أخبار اليوم. نتكلم على ان احنا نخلص 1.5 مليون فدان في سنتين، اظن يبقى كده واضح قد ايه احنا بنتحرك، احنا المصريين مش حد تاني، وان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه قوي. وانا لما كنت بتكلم في الموضوع ده مع الزملاء الساده الوزراء كانوا يعني كنت بقول لهم يعني انا مش من حق المصريين ان هم يحلموا يقعدوا في بيت زي اللي انتم شايفينه ده، مش من حقهم ان هم، انا بتكلم على الناس اللي في الريف، ان هم يناموا في بيت كويس متنظم كويس وفي صرف صحي كويس وفي ميه ما تيزهمش. فكان ايوه من حقنا. في ناس كتير وانا هما كاتبين كلام هنا بس انا مش عايز اتكلم بالكلام ده بصراحه، لان انا بكلم كل الناس البساط قوي اللي موجوده في ريف مصر وفي كل مصر. الموضوع ده خد كلام كتير وده طبيعي لان الناس في مصر قلقانه ودايما بتبقى عايزه تطمن ان كل الامور هتنجح، مش زي يعني لازم الامور تنجح وده كويس. وانا بالمناسبه قعدت كتير مع مزارعين ومع اهالينا من الريف عشان اسمع منهم بما يفيد ان احنا ماشيين في الطريق السليم ولا لا، بالاضافه للمتخصصين. يعني انا سمعت المتخصصين على اعلى مستوى واجراءاتهم، وكمان سمعت من الناس اللي هم البسطاء جدا جدا اللي هم شغالين في الاراضي، وكمان قعدت مع كبار المستثمرين في مجال الزراعه عشان نشوف يا ترى اللي احنا بنفكر فيه ممكن يبقى واعد لكل الناس ولا لا. لان طبعا الناس كانت دايما بتفكر وتقول ان احنا نعطي الارض للناس وهم يعملوا، وده امر جيد بصراحه، لكن عمرها ما كانت هتبقى كده، كانت هتبقى اي حاجه، لان كل واحد معاه فلوس بيبقى عايز يشتغل بفلوسه في اقل تكلفه ممكنه.